بس على الصوره بس يا يا مستفزه يا بارده انت بصي هو ايه اللي ايه ده ايه ده استني استني مساء الخير. ازيك عامله ايه؟ بص احنا كده عاملين برنامج وعاملين كده اي حاجه كده مفاجاه بنفرحك بيها. انت عارفاني قبل كده اصلا؟ شفتيني قبل كده؟ لا ولا عارفه الفيديو اللي احنا بنعمله؟ لا خالص. هو احنا عامه عاملين برنامج كده بنفرح بيه الناس مفاجاه بعمل لك رسمه وباجي بدارك كده بفرحك بيه يعني كمفاجاه. هعمل لك حاجه تفرحك جدا جدا باذن الله ان شاء الله. اوكي ايه رايك في الامر ده؟ انت لسه متعلم الرسم قريب؟ ايه؟ لسه متعلم الرسم قريب او حاجه صح؟ انا؟ لا برسم زمان قوي. هو انت رسمك كويس بس يعني مش انا ولا ايه؟ لا ازاي ده بالظبط انت اهو. انا مش عارف بجد. بص كده الكاميرا اكيد شبهها يا محمود صح؟ انا مناخيري كده اه ايه هو نفس حواجبك اهي. بصي نفس حواجبك عامله 8 كده ما شاء الله عليكي فاهمه؟ فانا شايف اللي بتتاكدي منها؟ لا 8 اه مظبوط بجد؟ اه يعني دي مناخير. انا مش مضايقني غير المناخير. انا مناخيري كل دي. طب انا ماليش دعوه انا بي انا شفته او عملته فاهمه؟ انت مشيتك مناخيرك ممكن صلاحيه دي مش بتاعتي. انت بتهزر؟ لا مش بهزر. يعني طب اقول لك حاجه حلوه. طيب بصي يعني طب انا ممكن اصغر مناخيرك سنه بس ده جميله مني ليكي بس هو جميله؟ اه انا مناخيري مش كبيره كده ومش وايه العين دي؟ ده دي حول على فكره. لا على فكره هو نفس عينك ونفس كل حاجه بالظبط. انا مثلا برضه ممكن نسال بس حد قاعد هناك نساله ولا تسال ونشوف. ولا خلاص انا خلاص مش عايزك بسمحت. تسال حد انت بسمحت. سالت واحد قبل كده. مساء الخير ازيك عامل ايه؟ ممكن اسيب ثانيه بس على اذنك بس بصور حاجه ممكن خلاص بقى ممكن ثانيه بس انا مساء الخير ازيك عامله ايه؟ انا بس كنت عامل بس الاستاذه كده بس هديه مفاجاه ورسمتها وهي بتقول لي مش شبهها. ممكن يكون بس اعرف لك شبهها مش شبهها فعلا؟ اكيد نسخه منها صح؟ ربنا يخليك يا رب بجد. تسلم ايد حضرتك. ميرسي ربنا يخليك. ده من زور ربنا يخليك على فنك ده بجد. ميرسي جدا بجد ربنا يخليك. هي نفس مناخيرها وشعرها وكل حاجه تحفه. هي بس شعرها بس هي حتى حنه تقريبا. معلش ممكن اقول لها حاجه؟ لا مش حنه هو شعرها دلوقتي ملزق بس ده انت مطلع شعرها احلى. ايه ملزق دي؟ في تلزيق كده في شعرك مش عارفه. خلاص خدنا رايها رجعها بقى رجعها. ارجعها ازاي؟ خلاص بقى بتقول لك شبهي. بتقول لك شبهي. لا لا اسف اسف والله اسف جدا جدا. انا خدني من هناك مش فاهم لحد هنا جايه ماشيه. هو بس هو بس لا 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 هو هو ليه دي الصوره هي بزواحي يعني شاكيرا قاعده على الكرسي بيرسمها؟ ما هو طلعت نفس الصوره. انا قلت لك شاكيرا ولا زفت؟ انا قلت لك اي حاجه فيها علاقه بالحلاوه اساسا. انا بقول مش شبهي. انت ما عندكيش مرايه في بيتكم دي حاجه ثانيه. هو انت يعني ايه يعني ايه ما عنديش مرايه في بيتكم؟ هي مش شبهها ازاي؟ حضرتك خدت ربنا انت انا ما قلتش ان انا حلوه مبدئيا. انا بقول بس مساحه بس عشان الكورونا انت يا رب. طب ارجعي بقى مساحه ارجعي. ايه ده في ايه ده؟ لازمك هات الصوره اللي مش عاجباها دي ده تتبروز. ده موناليزا يا ما انا لسه بروزها. ايوه هي موناليزا بس انا مش ما تخبطش بس على الصوره بس يا بنت يا مستفزه يا بارده انت بصي ايه اللي ايه ده ايه ده استني سيبيها سيبيها استني بس بنهزر بقى معاكي بنهزر معاكي بنهزر معاكي. شو هذا الجمال دي خلاص خلاص اديها دي روايه زعلانه. دي خب دي خب دي خب دي خلاص. دي تبعي دي معايا دي بابا هصحاب بس انا ههزر معاك. انت عارفه اني خليت جسمي يسخن؟ دي كانت ترخيره ولا ابصر عندي انت رخمه جدا. الصوره تحفه وبجد انا ام سوري انا كنت بهزر بس انت زي القمر وشعرك تحفه ومش ملزق. لا تحفه بجد تحفه يا ام سوري. الحمد لله كان هيقتلوا بعض من شويه. بجد زي القمر تسلم ايدك. فتعاملكي معانا وهحطك رسمه برضه برواز واعملي شغل عالي واجيبها لك تاني. بجد؟ اه شكرا. ماسكه الكاميرا تاني؟